قبل وفاة والدي رحمة الله عليه اشترى قطعة أرض بمبلغ وقدره 80,000 ريال، وقد طلب هذا المبلغ من إخوتي الخمسة، فأرسل كل واحد منهم له مبلغ 16,000 ريال، ثم سجل الأرض باسمي على أساس أنهم أولاده، ومن حقه أن يطلب منهم ما يريد وما يستطيعون، إلا أنه عند قسمة التركة يقولون بأن هذه الأرض لهم الخمسة فقط وليس الباقين من الورثة شيء فيها. أختنا حفظكم الله. كذلك هذه من اختصاص المحاكم، ما دام أن فيها طرفين متنازعان فهي من اختصاص المحاكم، والأصل أن الولد كما في الحديث هو ماله لأبيه، فالظاهر من الحال أنهم دفعوا هذه النقود لوالدهم حسب طلبه وإجابة لرغبته، فتكون هذه الأرض له، وهم قد دفعوا هذه المبالغ إعانة له على تملكها، ولكن لا بد من الرجوع إلى المحكمة النظر في هذا الموضوع. إذا كان عندهم ما يثبت أنهم دفعوا هذه المبالغ بقصد المشاركة في تملك هذه الأرض ويكونوا شركاء مع والدهم فيها، هذا لا بد من إثباته والنظر فيه من قبل القاضي الشرعي.